الاقليم ديال طاطا هو اقليم عنده مؤهلات كبيره بشريه وطبيعيه وعنده مكانه خاصه عند صاحب جلاله الله يرحمه ومتابعه خاصه. واليوم جينا بمجموعه من الوزراء اللي حاضرين اللي كيهمهم قطاعات عده ومشاريع كبيره ان شاء الله، اللي كاين اللي انطلقات، كاين اللي دشنات، كاين اللي غادي تنطلق، كاين اللي في اطار الدراسات. وهذا كله شيء جد ايجابي. كني نقول لكم بانه تقريبا اكثر من 1,450,000,000 ديال الدرهم، يعني 145 مليار ديال السنتيم ديال الاستثمارات اللي تقدمت يعني في خلال هذه الجوله، واللي كتهم يعني سدود. كاين جوج سدود اللي هما غادي يبداو الاشتغال ديالهم، وثلاثه اللي في الطريق يعني ديال الدراسات باش ان شاء الله نبداوهم في 25 ولا 26. وكذلك كاين طرق المسالك الطرقيه، كاين الساقيات، كاين نقط الماء، كاين يعني اعاده الهيكله ديال الواحه، واستثمارات في الميدان الفلاحي اللي هي جد مهمه، وكاين القطاع ديال الصحه اللي حاضر بقوه. وانت شفتوا بانه الحمد لله جوج ديال لي ديسبونسير اللي تفتحوا، اللي غادي يعطيو واحد الامكانيات اللي هي كبيره، لانهم يعني في واحد المستوى ديال واحد لوبيتال اللي هو بروفانسيال، فيه الولاده وفيه كذلك النشاطات ديال الطب كلها. وشفنا بواحد الصور كبيره كيفاش المدرسه كتحول يعني هنا في المنطقه، والمدرسه ديال الرياضه ولو سونتر دو فورماسيون اللي كيوجد الاساتذه باش يمشيو ويواكبوا هذا المشروع. وشفنا كيفاش التعلمات كتحسن في هاد المدارس، وكيفاش التلاميذ كيساهموا، كيفاش الاباء كيساهموا. هذا شيء جميل. بداوا بواحد العدد ديال الاقسام، وهذا العدد دابا ديال الاقسام السنه المقبله غادي تضربها في ثلاثه وفي اربعه، وغاديين وكنطلعوا كل سنه حتى تكون ان شاء الله طاطا كلها المدارس ديالها مدارس ديال الرياضه. ف يعني برامج اللي كتهم كذلك الرياضه والقاعه، يعني بعد المسابيح والقاعه الرياضيه يعني، وحتى الوزراء اللي حاضرين كاين طلبات ديال السكان باش يكونوا دي ملاعب ديال القوف، حتى هما غادي نواجههم، لانه غادي نشوفوا كيفاش ان شاء الله في المستقبل اهتمام اكبر واكبر لهذه المنطقه اللي هي منطقه نائيه، اللي خصها الدعم، اللي خصها الامكانيات، واللي خص الدوله تسيرها. وهذا ما قامت به الحكومه مع يعني السلطات يعني المحليه، السيد العامل والسيد الولي، وان شاء الله اليد في اليد نخلوا هذه المنطقه تزدهر وتعملوا فيها واحد لانجيكسيون ديال كما قلت لكم 1,450,000,000 ديال الدرهم، اللي هي ما شاهلاش في واحد الظروف ديال سنتين. فان شاء الله نتمنى انه تعود الخير وتكون عليها واحد يعني لامباكت ديريكت على المواطنين وعلى المنطقه وعلى المواطنين في المنطقه. وشكرا.